بارك المواطنون الذين حضروا الاحتفال بمولد فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم في الأعظمية خلال لقاءات لهم مع قناة صلاح الدين للعراقيين والمسلمين هذه المناسبة الكريمة، مشيرين إلى أن الاحتفال شارك فيه كل العراقيين، ما يؤكد وحدتهم ورفضهم لمحاولات زرع الفتنة بينهم. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. لبست الأعظمية مدينة الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان أبا حلتها إذانا بإحياء ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اكتسب طابعا خاصا بالمدينة، حيث يحرص القاصي والداني الذهاب لها في هذا اليوم بالذات لما له أهمية كبيرة في نفوس الأهالي. بهذه المناسبة الكريمة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى العالم الإسلامي والعالم العربي وإلى شعبنا العراقي خاصة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وبلدنا يرفل بالأمن والأمان والعز والإيمان. وقد شهد حضورا كبيرا مهيبا من عدد من العلماء والشخصيات السياسية والضيوف وسفراء الدول الإسلامية والعربية، وهذه المناسبة نتقدم بشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح هذه الاحتفالية الكبيرة من القوات الأمنية والمؤسسات الخدمية والإدارية في مدينة الأعظمية. مبارك للعالم الإسلامي والعالم أجمع ولادة فخر الكائنات رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا في مدينة الأعظمية وتحديدا في الإمام الأعظم أبي حبيبنا النعمان رضي الله عنه، انتشار كبير لمفارز دوريات الشرطة والقوى الماسكة الأرض الجيش العراقي. الخطة الأمنية موجودة ضمن قواطع المسؤولية، كل هذه التشكيلات هي بأمرة عمليات بغداد. قيادة العمليات هي مسؤولة عن تأمين هذه الفعاليات ضمن مرقد الإمام أبو حنيفة، وأيضا بالقرب من المقبرة الملكية هناك احتفال لديوان الوقف السني، وإضافة إلى ذلك عدد كبير من الفعاليات داخل مدينة الأعظمية. آلاف المحتفلين قدموا إلى هذه المدينة التي لا تعرف بالمسميات ويحيون سوية من كافة الطوائف بالمولد المشرف والتعاون مع كافة القطاعات الأمنية لإنجاح الزيارة. نبارك الأمة الإسلامية والشعب العراقي بمناسبة ولادة سيد الأنبياء وفخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله أشكر هو اليوم، الحمد لله أشكر أجواء جميلة، ونحن موسمنا كل سنة يعني نتوجه للعظمية، الأجواء الرائعة هاي يعني معتادين عليها كل سنة نمر بها. أهني الشعب العراقي بالمولود الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله العراق بخير إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله هاي الغمة تروح من هاي الأمة بجاه الحبيب محمد يا رب. هاي فرحة، فرحة مع المولود الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي فرحة، فرحة كبراتها هاي. هاي يعني ما أقول شلون أقول لك، بالتاريخ ما تنكتب، فرحة فرحة. هن العالم الإسلامي بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يا رب دوم الأمن والأمان، وإن شاء الله كل سنة ونفرح بهالأجواء الحلوة. من الأعظمية ببغداد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.